لحد الأجزاء العام الماضي كانت 343 درجة بنسبة 83 و65% في المية. هذا العام 2023 الحد الأدنى للقطاع الهندسي 348 درجة ونص بنسبة 85%. طبعاً قطاع التخطيط العمراني 339 درجة بنسبة 82.68% في المية العام الماضي. وهذا العام الحد الأدنى للطحون 342 درجة بنسبة 83.41%. برضه بطمن ولادنا ان في المرحله الثانيه في اماكن شاغره في كليه الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي كليات الفنون الجميله. الطلاب طبعا نعلم ان كليات الفنون الجميله يبقى لابد ان يكون تاس اختبار قدرات. بعض الكليات اللي بتبقى الطلاب من الشعبتين اللي هي الشعبه الفنون والشعبه الهندسيه برضه فيها اماكن شاغره زي كليات العلوم كليات الفنون التطبيقيه. الطلاب برضه هم ممتازوا القدرات في مواعيد القرارات بتاعتها. طبعا برضه في اماكن صغيره كليات الاقتصاد والعلوم السياسيه والاعلام والفلسفه والاخبار بالاضافه طبعا لباقي الكليات النظريه في الجامعات التكنولوجيه.